السيدة الرئيسة، أولاً لا بد أن نؤكد حقيقة ثابتة بالنسبة إلينا كعدالة وكلية. وكنت كنتمنى الكلمة ديال السي مرشد تأكد نفس المعاني المتعلقة بالتأكيد على أن الأصل هو التدبير الحر كمبدأ دستوري، وأنه العلاقة بين مختلف المؤسسات هي علاقة تحكم ويحكمها القانون. ما دون ذلك وخارج ذلك نحن لن نسمح بأي استهداف لسلطة المنتخب شكون ما كان وفيما ما كنا من ناحية سياسية أغلبية وفي المعارضة. ديك القضية باش تكون عندنا واضحة. الحاجة الثانية، أعتقد بأن ما قام به السيد الوالي، أنا كنت كنتمنى أن السيد الوالي في المراسلة ديالو يثير إذا رئيسة أنا شخصيا سيد الرئيسة أنا كنت كنتمنى في المراسلة ديال السيد الوالي والملاحظات ديالو تثير قضايا أخرى هي بالنسبة إلينا بمثابة اختلالات تعانيها الميزانية. قد أشرنا إلى ذلك. حتى هذا الشيء اللي رجع لكم السيد الوالي، لو كان سمعتوا لينا في الدورة، ما كنتوش غتوقعوا في هذا الوضع. قلنا لكم بأنه الميزانية تعاني من غياب الصدقية. قلنا لكم بأنها تفتقد إلى برنامج عمل يحدد الرؤية. قلنا لكم بأنه ما احترمتش الدولية ديال وزارة الداخلية المتعلقة بإعداد الميزانية. ما بغيتوش تسمعوا. ما بغيتوش تسمعوا. اليوم السيدة الرئيسة، الموضوع ديال التواريخ، أنا غنمشي معكم أنكم توصلتوا للمراسلة حتى لو 17. السيدة الرئيسة المادة 34 من القانون التنظيمي كتعطيك الحق كرئيسة تمددي المدة ديال الدورة لمدة 7 أيام من أيام العمل إضافية. كان سيكون متسع كافي باش تراجعي الميزانية ديالك ونجتمعو كلجنة ونجيو نكونو في لينور، منكونش في هاد الوضع. اليوم السيدة الرئيسة ما درتوش حتى الحد الأدنى الضروري من الممانعة. أنا خايف بعين الاعتبار داك الشيء اللي قلتي للسي حداد. كان على الأقل بعدا كاين دابا هادشي اللي جيتو كدافعوا عليه كتوضحوا لنا، ديروا على الأقل واحد الشوط أول راسو السيد الوالي، لأنه فعلا ليست قرآنا منزلا ملاحظات تقديرات تأويلات. دافعوا على وجه نظركم، دافعوا على وجه نظركم من خلال رسالة توضيحية كتبينوا فيها كتقول لها سيدي هذاك الشيء ديال الكراء الآليات راه ماشي السيارات، قولوا لي راه حنا في هذا الموضوع كذا إلى الآن توضيحا. وأعتقد بأنه كان ممكن السيد الوالي أنه يسمع ويفهم وما نوقعوش في هذا الشيء كامل. للأسف الشديد هناك جهات حاولت أن ترسم واحد الصورة ديال أنه العمدة والمكتب ديالها والمجلس هو ضحية لمؤامرات خارجية، عنوان وأبرز استهداف من السلطة من جهة وأخطاء بعض الموظفين من جهة ثانية. السيدة الرئيسة حتى دابا باش جيتو تصلحو درتو أخطاء، وكنظن بأنه الوالي غيكون مضطر يرجع لكم عاود الميزانية مرة أخرى. الوقت ما كيسمحش نعطيك التفاصيل، نعطيك جوج ملاحظات. الأولى راك ذكرتي بأنه مثلا الأمثلة كثيرة، إذا كان عطيتيني الوقت نعطيك التفاصيل كلها. في لاتي ان بي زدتو 25 مليون ديال الدرهم. شو معنيتها؟ معنيتها أن هذا المبلغ الإضافي قابل للتحقيق. علاش ما جبتيش لنا النهار الأول في الدور؟ معنيتها أن الأرقام اللي راكم وزعتوها الآن باش تحافظوا على ليكيليبر على مستوى ليكريتور كونتابل ديتو كتشيرو، ما كاينش رؤية. أكثر من هذا الشيء من الناحية القانونية الطريقة ديال إعداد الميزانيات
محدده من ناحيه لا راك دو 33 واش احترمتوها؟ ما احترمتوهاش. وهذا سبب موجب غير رجع لكم مازال السيد الوالي الميزانيه على ودو. ما عملتوهاش، نديروا الحساب انا وياه. ما طبقتوش لا راك دو 33 لما زدتو كذا كذا كذا. مزيان، نجيو المثال الثاني. المثال الثاني المقاطعات. اليوم السيد الرئيس 9 مقاطعات جا في ملاحظة السيد الوالي بأنه ما احترمش جملة من الاختصاصات في عدد من البنود. مزيان، دابا انتوما جيتو قلتو لنا بأنه رؤساء المقاطعات المعنية الله يجازيهم بخير غير التزموا ما ينفقوش، ولكن السيد الوالي كيف غادي يدير؟ عنده شي حاجة الآن كتشهد عليه كتابة بأنه يرجع الميزانية دون التأشير عليها لجملة أسباب من ضمنها أنه هذيك المقاطعات المعنية تسعود بهم ما احترموش الاختصاصات ديالهم. كيغيدير؟ كيغيدير دابا؟ كيغيدير ما يعاودش يصيفط لكم لأنكم ترجعوا ليه لا سي دي دي بنفس التوزيع المالي بنفس البرمجه. شكون الضامن؟ شكون هي الضمانه اللي عندك السيده الرئيسه انه حتى الى افترضنا السيد الوالي غيدير هذا الغلط وغيتغاضى على ملاحظه كان قد اثارها وترجع اليه الميزانيه دون الاخذ بها ويدير راسه بحال اللي ما شافهاش؟ وانا استبعد ذلك. شكون اللي غيضمن لي بانه غدا وبعد غدا واحد رئيس مقاطعه تولي عنده واحد ميزانيه مؤشره عندها القيمه القانونيه الكامله باش تنفذ؟ علاش ما غينفذهاش؟ ذلك سيدي الرئيس سمحوا لي هذا الشيء علاش؟ كاينه تفاصيل مره اخرى حنا كنذكروا كعداله حنا معاكم لما يكون شي حاجة فيها مصلحة ديال الدولة، حنا معاكم لما يكون شي استهداف من أي كان، حنا معاكم كنبغينا نساعدكم. اقترحنا عليكم جوج المقترحات أرجو التجاوب معها. المقترح الأول يقضي بإحداث لجنة موضوعاتية مؤقتة حول مالية جماعة الدولة، ومقترح ثاني يقضي بإحداث لجنة للتقصي في الموضوع ديال رسم الضريبه على الاراضي الحضاريه غير المبنيه باش نوقفوا على حقيقه الامور بشكل علمي موضوعي بعيدا عن المزايدات ونتفقوا كاملين على انجع السبل للنهوض بالماليه ديال الجماعه باش نقدروا نستجبوا لتحديات التطلعات ديال السكينه ديالنا. ارجو انه في قادم الايام رؤساء اللجان يلتزموا باستعراض التقرير ديال الاجتماع ديالهم. الحاجة الثانية سيدة الرئيسة، محتاجين بعض التوضيحات منك. أولا ما يتعلق بالآجال، يبدو أنكم أنتما اعتبرتوا بأنه الرسالة ديال السيد الوالي فيها دعوة إلى عقد دورة استثنائية اللي كيلزمكم بأنه خصكم تعقدوها في أجل لا يتعدى 10 أيام. ألوغ كو رسالة السيد الوالي ما فيهاش إشارة ولا دعوة لعقد الدورة الاستثنائية، معناتها أن الدورة الاستثنائية إذا غادي تتم بمبادرة منك كرئيسة وعندك الآجال مفتوحة من هنا حتى 31 ديسمبر. ما عرفتش غير زيرتو اليوسف أنتوما وكان الأمر غادي يتيح الفرصة المقاطعات باش دير التحويلات ونديرو نكونو في لي نور. لأنه بدون ذلك أنا أخشى أنه الولايات عاود ترجع لكم الميزانية من جديد لأنه ما استجبتوش لإحدى الملاحظات الأساسية المتعلقة بالبرمجة ديال المؤسسة المالية ذو المقاطعة. كاين جوج قضايا مزيان سيدي الرئيس عافاك إذا كان فيها توضيح مسؤول، سمعنا توضيحات كذلك في اللجنة كنت كنتمنى باش التقرير تتكرر. ولات قضية رأي عام، جوج الحوايج تذكروا بغينا نتاكدوا منه بانه كاين استهداف للعمده ديال الدار البيضاء من طرف الولايه الى اي حد شي صحيح.
باش نعرفوا نتصرفوا. تذكر في بعض المنابر الصحفيه بانه كانت استقاله ديال المدير العام للمصالح بسبب انه هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال الاخطاء اللي وقعت. بغينا توضيح هذا المنبر.